للمزيد انضم الينا من اسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافه والاعلام في هيئه علماء المسلمين. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. في الذكرى السابعه للثوره السوريه، ما الذي برايك يتوجب على قوى الثوره فعله في هذا الوقت بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييك وجميع المشاهدين الكرام. لا شك ان قوه عدونا في ضعفنا، في تفرقنا، وتفرقنا هو اهم عامل من عوامل الضعف، وهذا قانون إنساني نبهنا إليه الباري في قرآن في الكتاب العظيم. وهنا يكون الواجب الأول هو توحيد الصفوف ورصها والتنسيق الجهود والاتفاق على رؤى واحدة يتفق عليها أبناء الشعب، وحينئذ يستطيعون أن يقفوا صفا تجاه عدوهم ويفشلوا جميع المخططات. نعم دكتور، 7 سنوات مرت ودماء الشعب السوري ما زالت تسيل، يعني كيف من الممكن تقييم دور المجتمع الدولي بالأزمة؟ للأسف المجتمع الدولي في هذه القضية وفي القضايا الأخرى في المنطقة في هذا الإقليم موقف سلبي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، بل هذا الموقف الدولي كان مشاركا في هذه الدماء ومعينا على ارتكاب المجرمين لهذه الجرائم، وكان سندا وعونا ربما وغطاء لهؤلاء المجرمين. لم يقم المجتمع الدولي بأقل واجباته، ولم يقدم لهؤلاء الناس أي عون يذكر تجاه هذه الجرائم وهذه الدماء، سيل الدماء التي تسيل على أرض سوريا منذ 7 سنوات إلى الآن. نعم دكتور، لماذا برأيك يعني نشهد قتل الشعب السوري بهكذا وحشية وبهكذا قسوة مفرطة من قبل النظام و حلفائها الموجودون في الأراضي السورية، وما هي الدلالات على ذلك؟ يعني نحن نعلم أن هؤلاء معبؤون بحقد دفين، وهم مستعدون لارتكاب أي شيء في سبيل الحفاظ على مناصبهم والبقاء على الكراسي. هذا أمر. الأمر الآخر، لا ننسى أن هنالك مشروعا معلنا من قبل أمريكا، ألا وهو الشرق الأوسط الجديد الذي بدأته باحتلال العراقي وثنت به في مناطق أخرى. من وراء هذه الدماء وسفكها وهذا التدمير للمدن الذي وصل في بعض المدن والأحياء إلى 100%، هو أنه تقسيم هذه البلاد، تقسيم سوريا وتقسيم العراق، تهجير أهلها، إضعافهم، إنهاكهم اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، حتى يكون هنالك أرض جديدة لإنشاء مشروعهم الجديد وهو مشروع التقسيم في المنطقة كلها. نعم الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.